السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. عودا حميدة، عودا لمجلسنا الطيب المبارك، عودا لمشايخنا وأحبتنا، عودا لكم المشاهدين المحبين، عودا لكل المتابعين العاشقين لهذا البرنامج والمحبين للآباء، عودا للكلمات الطيبة، للقصص الجميلة، للشعر الهادف الرائع، فعلا عودا للاجتماع الذي يحبه الله، اجتماع فيه محبة، فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، عودا لهذا المجلس الطيب، المحبون بعضهم لبعض، تكاتف الألفة، القلوب الجميلة، مئات الرسائل تنتظر عودة هذا البرنامج، لا تتوقف ليلة ونهارا، والحمد لله. إن دل ذلك دل على نجاح البرنامج، البرامج السابقة، وها نحن نخرج الآن في مجلس بحلة جميلة جديدة بإذن الله ترضيكم، وقبل ذلك ترضي الله سبحانه وتعالى. تنطلق اليوم أول حلقة من حلقات سوالف الأولين يوميا على الساعة من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة مساء. ربما كان عندنا شيء من التأخير اليوم، فأول حلقة لا تؤاخذونا. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العبرة في كمال النهايات وليس في نقص البدايات. دائما في كل بداية في شيء من النقص، ولكن القادم أحلى وأجمل وأكمل بإذن الله. يا هلا فيكم ويا مرحبا، ويا واليوم أيضا يوم جميل مثل ما شفتوا هالمجلس الجميل ما شاء الله، وهالاجتماع الجميل